سيدي. تاونزند هيا فتاتك المتعة. اطلق النار. اراجع اوراقك. مستعد القيام بواجبي تجاه الوطن والمال. تقدم الى الامام او الخلف عندما يطلب منك، ستكون جيدا في نظري. احمل ذلك. تعال والتقي بباس، امرأة احلامك. عثرت على سائقنا الجديد. لا، مهلا مهلا مهلا، لا 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 تسب. إنها تنزعج من السباب. فينش إدواردز، أفعلتها قبلاً؟ فعل ماذا من قبل؟ لا تتدخل مكمانس. لا تقلق، ستعتني بك جيد؟ حسناً شباب، لدينا مهمة كبيرة، لدينا أوامر باختراق خط الألمان وأن ندمر مواقع سلاح المدفعية أثناء اختراقنا. فينش علم سيدي. الفرنسية كومبراي، حيث أكدوا لي أنه يوجد نبيذ ونساء وأغاني. أظنكم تستمتعون بها. مكمانس لن يفعل. يا إلهي، هل نحن في أيدي أمينة يا شباب؟ اهدأ مكمانس. تذكروا يا شباب، قوموا بعملكم واعتنوا ببعضكم، وباس ستعتني بكم. فليرحم الرب أرواحنا. سنجتاز الأمر سوياً، صحيح إدواردز؟ سنفعل. انطلق بقوة أيها السام. يسقط ريشة. إنها تغير الريش يا مكمانس، الطيور تغير ريشها. سأنتف كل الريش عن تلك اللعينة. هدئ من روعك، هذه الحمامة ساجلة قد تنقذ حياتك. إنها وسيلة الاتصال الوحيدة لدينا. هل أنت جيد هناك يا إدواردز؟ نعم، لقد بدأت أفهم الطريقة. ما كان عملك بالوطن؟ فليتوقف الجميع، هذا بعيد بدرجة كافية. ستتحرك المشاة مع الصافرة الأولى، وبعد ذلك نحن سنتبعهم. يا إلهي، أرأيت شيئا كهذا من قبل؟ أنا رأيت، يؤسفني أن أقول لك ذلك. اسمعوا، نحن سندمر المدافع المصوبة عند طاحونة الهواء. هذه هي إشارتنا، اندفع للأمام. أعطوا فتياننا بعض المساحة. إن المدفعية تمزق فريقنا إربا. لا تجعلوا أرواح هؤلاء الأموات تذهب سدى. تحركوا. لقد دمروا واحدة منا. انظر أمامك، تحرك. نحن نتحرك ببطء. ما الخط يا فينش؟ المحرك يعمل جيدا يا سيدي، انه الطين. ادفع. ساقدر الا اكون هدفا ايها الفتى الجديد. تحرك، وجه ضربة واضحة على تلك المدافع. كلما تخلصنا من مزيد من الاسلاك انها لا تزال تخرخر. ادفع هناك. ألقي نظرة على ذلك. هل
هنا يا فنش؟ سيبعث للحياة الأخرى. أبقوا أعينكم مفتوحة، قد يكون هناك مزيد من تلك المدافع يا رجال. مزق المدفع الرشاشة إربن. تمسكوا بهذا الموقع هنا ودمروا المدفعية الألمانية. هيا، لن يستسلم الألمان حتى نجبرهم على ذلك. نحن نتجه إلى الحطام ونؤمن طريقه